مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم مع حوار هذا اليوم. مشاهدينا، تغيرات في المواقف السياسية لافتة للنظر وأحيانا مفاجئة في الفترة الأخيرة، لابد أن نقف عندها ونطرح حولها التساؤلات. أكثر هذه المواقف ربما يسترعي الانتباه، ربما ليس بالأهمية الكبيرة لكن يسترعي الانتباه فعلا وبشكل مفاجئ جيفري فيلتمان، تصريحاته الحادة حول الحكومة السعودية. ما هو أهم أكيد هو موضوع تقرير منظمة هيومن رايتس واتش حول إدانة ما ارتكبته المعارضة المسلحة من جرائم بحق المدنيين في ريف اللاذقية. هناك أيضا تصريحات وزير الخارجية الروسي حول الموضوع الكيميائي بعدة أقسام. هناك الموضوع السياسي الخاص بالقرار 2118 حول تفكيك السلاح الكيميائي في سوريا، وهناك التخوفات من استخدام السلاح الكيميائي من قبل أطراف تريد تخريب العملية السياسية وتخريب حتى موضوع القرار 2118. هناك أيضا تصريحات التي نستذكرها، وهي تصريحات جون كيري وزير الخارجية الأمريكي حول تعاون الحكومة السورية مع البعثة الدولية الخاصة بتفكيك السلاح الكيميائي. يبقى التساؤل، هو أيضا هناك تساؤل مهم حول أهداف جولة الإبراهيمي في المنطقة، من بينها طبعا من بعض دول المنطقة التي سيزورها هي سوريا خلال الفترة القادمة، والتساؤل القديم الجديد حول مؤتمر جنيف 2. ما هي فرصة انعقاد مؤتمر جنيف 2؟ هل هناك من نتائج لهذا المؤتمر؟ مشاهدينا، سنتحدث عن هذه النقاط والعديد أيضا من المواضيع والتغيرات السياسية في المنطقة. معي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جوزيف أبو فاضل. مرحبا بك أستاذ. أهلا فيك ست اليسار. أهلا وسهلا. أنا وياك نلتقى دائما بيكون صاير تغييرات نوعا ما أو مرحلة جديدة. نعم. هلأ من النقاط اللي أنا ذكرتها، نعم، أكيد حضرتك في شيء معين تعتبره هو الأهم من بين هاي النقاط. نعم. بس أنا بحكم أنه تصريحات جيفري فيلتمان حول موضوع السعودية هي جاءت بناء أو فيما يخص موضوع الحكومة اللبنانية، تشكيل الحكومة اللبنانية. يعني جيفري فيلتمان برأيه أن السعودية تعيق تماما أي موضوع يخص الحكومة اللبنانية، وتعيق أيضا أي حل سياسي بشكل عام في المنطقة وتحديدا فيما يخص سوريا ولبنان. برأيك لماذا هذه التصريحات بشكل مفاجئ؟ هل انتهى التعاون بين أمريكا والسعودية يعني مثلا؟ مش انتهى التعاون بين أمريكا والسعودية، ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر. الأمريكيون يعني دائما بيعتبروا أنه السعوديين يجب أن ينفذوا يعني ما يطلبوه، لأنه بيعتبروا أن السعودية وكل دول الخليج هي سكنات عسكرية للأمريكيين، وهن بيعتبروا أيضا الأمريكيين إذا بيتركوا منطقة الخليج دون حماية أمريكية يعني مخوفينهم من إيران، كانوا أنه إيران بتاكلهم. وأيضا بموضوع جيفري فيلتمان، السفير جيفري فيلتمان هو دائما كان عنده حساسية على الموضوع الإيراني والموضوع السوري، يعني الجمهورية الإسلامية في إيران والجمهورية العربية السورية وكذلك حزب الله وكل هذه المنطقة، وبالعراق أيضا على خط هذا الخط الذي يمثله اليوم الرئيس نور المالكي. يعني هذا الرجل اللي كان دائما يعول على هذه كل هذه الأمور أنه هي بين إيدي الخليج والسعودية وكل شيء، إذ به يتفاجأ أنه السعوديين ما بدهم تمشي وتقلع الحكومة بلبنان، والسعوديين ما عم بيقدروا يتحملوا أنه يكون في كلام واتصالات بين إيران وأمريكا. يعني لما الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني بيتلفن له أوباما على سيارته وبيعتذر منه آخر شيء وبيقول له أنه في تعرف نيويورك عاجق السير، هو فل على المطار انه لانه فيها ناس كتير، وودعوا باللغه الفارسيه. صحيح. السعوديين يعني بحكم عداوتهم ويعني والخصومه يلي يعني هن في بعض منهم كتير بيتغنوا فيها مع ايران، اكيد يعني ما رح يكونوا ممنونين، يعني رح يكونوا معاكسين ومشاكسين، عم يجربوا يخلقوا لهم كيان مثل الكيان الايراني. إيران دولة عظمى أصبحت، يعني تصور إذا إيران يعني انضربت بشي ما فعل نووي أو السعودية انضربت، يعني مين بيقوم دولة؟ بيقوم بعد الضربة دولة، ومين بيقوم مش دولة؟ العالم بتعرف، يعني المملكة العربية السعودية فيها صراع أجنحة، والمملكة العربية السعودية منا يعني إلا سكنة عسكرية أمريكية، ما في جيش، هذا الجيش بيحكوا فيه، في جيش
مير بندر بن سلطان، في جناح بندر بن سلطان، وفي جناح ابنه للملك عبد الله الملك الحالي، وفي جناح الأمير محمد بن نايف اللي هو وزير داخلية. إذا يعني في حرس وطني وجيش بندر وجيش محمد بن نايف وزير الداخلية. من هون بتشوفي انه يعني انه هن عاملين السعودية دولة، المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تمول اليوم. يعني قطر وقفت، سكرت ابوابها، ما عاد استقبلت حدا، وقطر كمان املت ما يعني وقت مشعل بصير يفتش على مكان فعلا اصبح فيه لاجئ اليوم. قطر ابلغوه انه خلص لازم تفل، بس هو قال بده يفتش على مكان. يعني المصار بيقولوا له ما تجي، السودان عملوا حملوا حلهم مش سامعين، الاردن بده يجي عليه حطوا عليه شروط انه بدك تجي على الاردن بدك تكون ضمن الشروط ضوابط يعني معينه حاطين له اياها. تماما ما بقى قدامه بالسعوديه ما بدها اياه، اذا بقى قدامه تركيا ما في عنده محل. يعني تصوري انه رئيس حماس ومقاومه وممانعه وكل شيء يصير اخر شيء قاعد بتركيا، بتركيا اردوغان، لانه الشعب التركي ما خصه. وبالتالي اليوم قضيه جيفري فيلتمن من هالمواضيع كلها سوا بيستخلص انه انا واقف معكم نحن كدوله، وهو عم يفكر كمان بعد يوم ما يكون امين عام الامم المتحده. يعني منه يعني هو منه قديس ومنه جمعيه مال منصور. يعني وانا بطبيعتي من بعد ما شفت الامريكان شو عملوا بالشعوب وبالدول اللي كانوا حدون، صرت يعني برايي انه كل واحد لازم يكون حذر من جماعه الامريكيين، وين بيكونوا الامريكاني بده يكون حذره منه. لانه باي لحظه بيقلب ما بغض النظر مصلحته، اذا واحد بالالف يعني بيترك صاحبه دغري وبيمشي مع غيره. صحيح يعني هو المفاجئ بانه يعني انه سفير يعني وهو امين عام مساعد للشؤون السياسيه بالنسبه لبنكيمون وبيحكي بهاللهجه القاسيه جدا تجاه دوله كل هالفتره هي حليفه وحليفه من يعني من اقوى الحلفاء. صار هذا الموضوع، هذا رجل امريكي لو كان من السودان او من لبنان او كان من جنوب افريقيا ما بيسترجع يحكي عن السعوديه هيك. هذا عم يحكي بلسان امريكا، بلسان بانكيمون. بانكيمون يعني الله يكون بعونه، لا بيقدم لا بيأخر، يعني موظف واجى هالمره يعني سيئة بدور اسيا جابوا بانكيمون، ولكن بكره بسيئة بدور امريكا بيجي جيفري فيلتمن امين عام الامم المتحده. قبل كان كوفي انان كان دور افريقيا، لانه يعني كل مره بنقوا واحد من قاره. فلذلك يعني ما بدنا يعني فيلتمن ما بدنا نشوفه انه هو نائبه لبانكيمون، لا، فيلتمن هو امريكاني يتكلم بلسان الامريكيين. التقارب اللي عم يحصل بين امريكا وايران منه لعبة اولاد، التقارب مهم كتير، يؤثر على كل الساحات العربية والمنطقة الاقليمية كلها، ربما يقف كثيرا بوجه التطرف، يعني بيوقف بوجه الاصوليين والتكفيريين، يحد من وجودهم، لأن السعودية تمول اسم وتدعم اسم اعلاميا وتعاقب اسم اخر بالقاعدة. فلذلك هذا انا ماني شايف انه فيلتمن الا يعني يدور بالفلك الامريكي، وانا لا اثق به. طيب خلينا بامريكا، في كثير كمان اشارات استفهام حول مواقف متعدده بالفتره الاخيره من قبل ممثلين بشكل عام عن امريكا. يعني في كلام اللي بدنا نستذكره كلام جون كيري بالفتره الماضيه حول امتنانه لتعاون الحكومه السوريه بموضوع التعاون مع البعثه الدوليه لتفكيك الاسلحه الكيميائيه السوريه. في موضوع مثلا اليوم الاعتراف من منظمه هيومن رايتس ووتش حول ادانه ما ارتكبته المعارضه المسلحه من جرائم. الإعلام الأمريكي اليوم عم يركز حول هذا الموضوع، صار عم يفضح بشكل واضح ومباشر الجرائم التي حصلت في الفترة الماضية. يعني أمريكا مو اليوم فائت على هي الجرائم، هي بتعرف أكيد شو كان عم يصير، ليش اليوم عم تحكي بهذا الموضوع وفجأة صارت عم تحكي عن تعاون الحكومة السورية؟ شو عدم بدم يعني مثل ما بيقولوا؟ صار الموضوع الرئيسي. كنت أنا ضيفك ب 31 آب نهار السبت، كانت ليلة الضربة. صحيح بذكرينك قلت لك كليت حدا ولا سياره من المصنع. صحيح. لا لا قلت لك يوم تمام ما خفت وانت جاي. لا انا ما بخاف الحمد لله، يعني خايف من الله نحن بس. وتذكرت 2005 واول مره كنت جيت فيها على سوريا على التلفزيون كمان، وما بعرف طريق دلوني نطروني على الحدود. بس انا اللي عم اقوله بالموضوع اللي عم تحكي فيه حضرتك، السبت الاحد التنان كان في وفد سوري كبير، نحن كنا السبت 31 اب، التنان كان في وفد سوري كبير
الوزير وليد المعلم، السيد بوسينا شعبان، اللي يمكن الدكتور فيصل المقداد، سفيركم بسفير سوريا، بالوفد كله سوا. من السبت بعد نص ليل بلشت تركب التسوية، وعندما ذهبوا كلهم ذهبوا للسلة الشاملة بين الروس والأمريكان. هي أول شيء، يعني كان الاتفاق بروسيا، وكانوا كلهم ضاحكين. في ناس ظاهريا قالوا نحن خسرنا كسوريين، راح الكيماوي من سوريا وكذا، ظاهريا قلنا نحن قلنا هذه عملية خسارة. بس اليوم عندما تكون اسرائيل عندها نووي، الكيماوي ما عاد يفيد. وعلما انه رئيس الاسد يعني هو طبيب ومعروف عنه كل شيء، يعني منه فخامة الرئيس الحالي، يعني دكتور بشار الاسد منه يعني صدام حسين، قلناها هيك مرة، ولا انه يعني عمر البشير، مع احترامنا للكل، يعني شو بدنا، والله يرحم كل الناس، بس نحن بنحكي بنشوفه. يعني عملية الكيماوي عملية عملوها المعارضة، ومنشوف تصاريح الروس بعدين. شو نحن حكينا ليلة السبت شو قالوا الروس، شو قال لافروف، شو قال بوتين، يعني في عم تحكي بدولة عظيمة. إذا هذا الاتفاق اللي حصل بموسكو خلى الأمور تتغير دوليا، ومنلاحظ هذا الوضع أنه بلش الرئيس الأسد يستقبل وفود وإعلامية أمريكية. صحيح. يعني هلأ له شهر ما عم بلحق، مزبوط. يعني كل يوم كل جمعة، يعني إن كان من أمريكا الشمالية أو من أوروبا، أو كلها صحف ووسائل الإعلام كلها مهمة. وهذا الأمر بيأثر كتير بالجو عندهم بالإعلام وبالساحة السياسية عندهم. لو ما في رضا على هذا الموضوع ما بيحصل. صحيح. يعني إحنا مش ناطرين جون كيري ليقول إنه رئيس بشار الأسد إنه مش مجرم حرب، هنعرفها. ومش ناطرين غيره وغيرته تيجوا يعطوا يعني شهادات، مع انه امريكا دولة عظمى فيها تدمر اي بلد وبتستعمل حرب. يعني وبالتالي يعني هم وصلوا الى هذا المكان يلي ما بقى في عندهم الا يا اما حرب شاملة، وقلنا يومتها يا اما صاروخين ثلاثة بتوقف، او اذا ضربوا المطارات بصير في حرب شاملة بالمنطقة ما حدا في يحملها. وبالتالي ركبت التسوية بهالشكل بالنسبة لسوريا بالكيماوي. الاعلام وهيوم من رئيس ووتش اللي عم تحكي عنها حضرتك وكل شيء، يعني الى حد ما ممكن نحن نصدقه، بس ما لازم نحن نتاخد فيه، ما لازم نحن نقول يا شو عم يعملوا معنا منيح، لانه هاي جرائم من وراء الامريكيين واردوغان اكيد طبعا، ومن خلفهم اسرائيل، كل هذه المجموعات هو كله سوا من وراهم صار هذا. لكن نحن لا، نحن مو اكيد ماخوذين، لانه بالعكس اذا هن بدهم يحكوا بالتعاون، اذا بدهم يحكوا بالتعاون، نحن من بدايه الحرب على سوريا كان في تعاون، ان كان مع يعني اذا ليش نحن نرجع ننسى، ليش ما نرجع نستذكر من ايام الدبي، من ايام كوفي عنان، يعني من هذيك الايام نحن عم نتعاون، نحن ما منا عم نقول انه ما في شيء جديد هن عم يقولوا، لكن في تحول سياسي لحتى هن يوصلوا لمرحله بهالوضوح ياخذوا هاي المواقف. انا هذا اللي عم بسال عنه. يعني احنا يعني هو لا يؤمن جانبهم، ولكن هلا الاتفاق الروسي، يعني امريكي بس يتفق مع الروسي، يعني بيقول له شو بنعمل بسوريا، بيقول له بنبلش نحلها بنشوف وين نوصل، بس ما بيتفقوا انه كيف بدها تعمل، يعني نوصل لخواتيمة السعيدي، لا بيقول له نحن بنبلش بالحل بس لازم توقف الحرب، اوكي بنخلص من الارهابيين نخلص، بروحوا على تركيا بنقسم من اوكي بدنا قسم من تركيا، يمكن تركيبه بكره الجاي يكون في قسم من تركيا مع 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 دوله حلب اذا هن عم يحلموا فيها. اذا يعني منا العمليه يمكن انه منه، يعني اردوغان ما هو اجير عند الامريكيين، يعني هو مامور ما بيقدر يعمل شيء. هلا بنشوف شو حكي اردوغان كيف رجع تراجع على تركيا شوي، ولكن بالموضوع يعني الامريكي والمنظمات الدوليه، يعني في كمان في جانب روسي انتصر. بوتين وين ربح؟ بوتين اجوا كلهم على سوشي لعنده على روسيا، كل الدول كانت معاديته. عاد ما حسوا انه في اتفاق، 9 دول مشيوا معه، 8 دول، وصاروا ضد الضربه بما فيهم اعظم، يعني اكبر دوله اسلاميه بالعالم هي اندونيسيا. يعني صارت ضد الضربه، يعني غلب وعجز، يعني ما بيقولوا جون كيري واوباما، ما قدر اندونيسيا ما غير رايه، ولا الصيني ولا الهندي ما قبلوا بضربه على سوريا، يعني في دول ما بتقبل، والبرازيل ما قبلت، يعني في كثير جنوب افريقيا، في دول تحترم نفسها ما بتقبل.
وفي دول ماشي على عمياني يعني، من بيناتهم فرنسا يلي قايم القيامة على الصحف الأمريكية، الصحف الفرنسية على أمريكا. رئيس فرنسي انه نحن من امتى الفرنسيين نحن بننتظر الكونغرس الأمريكي ليقرر لنا اذا بنعمل ضربة او ما بنعمل. انت يعني شو عم تعمل بفرنسا؟ شوف الصحف الفرنسية كلها اذا بتقريها كلها بتحكي بهذا المجال، وهبوط يعني كبير لشعبية هولندا، هبوط يعني لم يحصل له هبوط قبل اليوم، ما في له مثيل. وبالتالي ما بقى عندهم يعني كل هؤلاء ما بقى عندهم خرطوشي الا الاخيره مثل ما حكينا، الا يعملوا حكومه في الشمال السوري اللي عم يسعوا لها دائما، واللي بده يجربوا من خلالها يجربوا يقسموا سوريا الى قسمين. مين هنن؟ حدد لي مين يعني. انت لما عم تقول ما عاد عندهم الا هذا الخيار، هون نحن انت حضرتك حكيت عن تقارب او تفاهم او اتفاق روسي امريكي حول هاي المرحله اللي نحن هلا فيها. نعم. لكن هلا اذا بدنا نحكي انه انت يعني، وانا بدي نوه انه انت بمقاله لحضرتك تحت عنوان حكومه الشمال السوري اخر خرطوشه لاعداء سوريا. نعم. هلا بتشرح لي بالضبط شو الفكره اللي عم تقولها استاذ زيت من خلال المقاله. نعم. واللي هي حول موضوع تشكيل حكومه مؤقته. لكن قبل، مين الأطراف اللي اليوم لسه عم تشتغل على هذا الموضوع؟ وأمريكا وين من هذا الشغل؟ أمريكا يعني أمريكا هي رئيسة هذا الموضوع لساتة؟ أكيد أكيد. طب والتقارب اللي كان مع روسيا أو الاتفاق اللي صار مع روسيا شو هذا؟ مشان يجنبوا حرب بالمنطقة فقط. إيه يعني اليوم الكيماوي بتضربي بيروح 100 شخص، 200 شخص، 1000 شخص، 500، 2000، بيبقى 5 دقائق بالهواء راحت القصة. صحيح. النووي لهلأ بعدهم ما عم بيطلع اولاد مش طبيعيين بنكازاكي وبشو اسمه بالعراق باليابان وبالعراق. إيه لحد يعني من وراء الضربه يعني اذا حدا مجرم بالعالم هن الامريكان. يعني خسروا مع اليابان ضربوها نووي. يعني ما حدا بيعملها، يعني الوحيدين ضاربين نووي بالعالم هن الامريكان، ضربوا على هيروشيما ونكازاكي، امبلتين ضربين. وبالتالي اذا بدنا نحكي بالمنطق اللي هو موضوع يعني منطق الاجرام، اذا اليوم في دوله نوويه اسمها اسرائيل ما بنعرف شو عندها سلاح نووي، ودوله اسمها سوريا عندها سلاح كيماوي، وهذا سلاح كان سلاح ردع بالماضي، اليوم لم يعد يشكل سلاح ردع. اليوم صارت العمليه علي بوجود قناعات والملاجئ لم يعد يشكل خطر على اسرائيل حتى. تطلع بجامعتنا يعني هونيك يمكن ما بيعطون اقنعه على العرب. وبالتالي يعني هذا ظاهريا بخسر، بس داخليا بوجود الفلتان الحاصل والحرب العالمية على سوريا وأصدقاء سوريا هم أعداء سوريا 100 دولة، أصبح من الطبيعي أنه رئيس الأسد يقول له خذوا له 1000 طن عبء منو بقى حل أو منو مساعد. معقول يحط براس صاروخ كيماوي ويضرب؟ ما بقى يعني مش واردة عنده. منو ابن حافظ الأسد، ما بيتسمع على واحد مثل أردوغان كل يوم بقول له أنا بدك تفله وناطرينك تفله فل، يعني ما بيتصرف، يعني حتى لهلا ما التزم الا بالحدود الدنيا، ما رد حدا بكلام قاسي. اكثر شيء قال له لأردوغان لهلا قال له انه انت بدك هول العصابات سوف يرتدوا عليك والمجرمين وبدوا يروحوا على بلادك. يعني ضل ملتزم بكل شيء، بكل المعايير الرئاسيه والدوليه والدبلوماسيه والسياسيه. طيب. فلذلك انا يعني بعدني عند رايي، هناك مسعى امريكي فرنسي تركي سعودي اللي بدك اياه، اكيد بحريني وكويت، كلهم عم يسعوا من اجل دعم هذه المجموعات لاقامه حكومه في الشمال السوري. طيب هذا الموضوع بدك تشرح لي بالضبط كيف انت بتشوفه، لكن في كمان في يعني لسه في منفس ثاني بالنسبه لإلهم، يعني اذا يصح ان استخدم هذا المصطلح. اليوم وزير الخارجيه الروسي لافروف حذر من انه ممكن بعض المعارضات المسلحة على الارض تحاول تستخدم الكيميائي وتقوم ببعض الاستفزازات حتى وتتهم الحكومة السورية حتى تستدعي تدخل خارجي او اجراء بناء على القرار الدولي الاخير اللي هو اكيد بدينه بجرم اي جهة ممكن تستخدم. صحيح. فهذا الخيار كيف انت بتقرأ وكيف بتعتبر يعني تحذيرات لافروف هي فعلا يعني على ارض الواقع هي ممكنة وشو ممكن تكون نتائجها؟ بالمقابل بتحكي لي عن الموضوع اللي انت بنعتبره انه اخر حل عن دنيا واللي هو حكومة مؤقتة بالشمال السوري. يا سيدتي نحن السبت 31 اب كنا هون، بعد جمعة يعني باثنين الشهر او واحد اثنين ايلول ركب الحل وقلنا لك طل وزير المعلم سد بوسينا وحكيوا انه مش الحل. نهار تنين كان او ثلاثة يمكن ثاني يوم النتيجة، رئيس الاسد بحديث تلفزيوني لتيليسيور الفنزويلي انه بيقول بعد الضربة لا تزال قائمة،
وكذلك الروس عم يسحبوا هذا الفتيل، لأنه كل هم الأمريكيين أنه ينفذوا مخطط تفتيت المنطقة، تفتيت يعني تقسيم المنطقة وتفتيتها. لكن هذا المشروع واقفين بوجه من إيران وروسيا، لأنه بعدين سوف يصل إلى قلب روسيا بالضبط. فلذلك يعني روسيا هي ضد هذا المشروع، لأنه أول شيء بدها حصتها، ثاني شيء دولة من سوريا إلى جانب روسيا وروسيا إلى جانب هذه الدولة مع إيران والعراق وحزب الله، روسيا عم تربح ما عم تخسر، وخاصة ما عش إلا شيء بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد خسارتها بليبيا، لأنه فاتوا بهذا 2000 كيلومتر شط بليبيا، بتخسروا روسيا بمجرد يعني غشوها أو ضحكوا عليها، خسرت 2000 كيلومتر على الشط، يعني هذه ليبيا وأصبحت خارج المنطقة، يعني ما عاد إلى دور، ما بقى إذا الجزائر بعد يعني فيها تدخل من خلال الجزائر. ولكن يعني اليوم امبارح الوزير لافروف امبارح كان بالكويت وحكي هذا الكلام، صحيح حكي امبارح، بس الموضوع الكيماوي يعني هني الروس التزموا بالكيماوي، الإيرانية التزموا بالوقوف إلى جانب سوريا، ولكن ليس بالتدخل، يعني بالتدخل شؤون السورية. هذا الأمر يختلف عن بعضه. الدعم الروسي لسوريا بموضوع الكيماوي لقيوا الحل، مشان سوريا ما يصير فيه إشكال، ومشان جنيف 2 إذا كان في من جنيف 2 وهو لن ينعقد، وبالتالي هلا بنحكي فيه، لا لن ينعقد ولا يمكن، وبالتالي هذا الموضوع الرئيسي اليوم اصبح الاساسي، ما بقى في خيار الا قدام رئيس اسد الا الحل العسكري، وخاصه بريف دمشق، لحمايه دمشق ولتحصين دمشق ولتامين الاستقرار. وهذا كله هذا بصير مش انه بتدخل خارجي او بكبسه زر من برا او بضوء اخضر، لا، هذا كله صار من بعد معارك القصير وريف حمص وكذا منطقة، وهذا يكلف شهداء، يكلف دم للجيش العربي السوري ولكل يعني هؤلاء الناس اللي عم بيخوضوا الجيش الدفاع الوطني عندكم بسوريا. وبالتالي يعني أنا بوجه لهم تحية والله يكون معهم ويقويهم. اليوم الموضوع الرئيسي بسوريا مش انه بيترشح الرئيس الأسد او ما بيترشح، هني عم يجربوا يوصلوا على 2014 ويضل الحرب ماشي، هذا كل همه، يكون رئيس الأسد هو محور مشكل. بس هذه الأمور بدعم روسيا وإيران وكذا لن تحصل، لأنه رئيس الأسد يعني عم يعرف كيف عم يشتغل بالأزمة. مثلا خدي حلب، إذا هلأ رئيس الأسد بده يعمل هجوم بده 100,000 جندي، ما في، هذه المنطقة كلها مع الريف، منا لعبة ولاد. إذا شو بيعمل؟ بيستنزفهم، المعارضة تستنزف دوليا بحلب، يعني داعش وجبهة النصرة، وهو بلش طلعت الصرخة عالميا، هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة، بان كي مون بلش يحكي، كلهم عم يحكوا بمجازرهم. إذا هالمجموعات اللي عم تشتغل بحلب بده تجي ورقتها، وارتدادها سيكون على الداخل التركي وليس على الداخل اللبناني، لأنه هونيك على حدود تركيا. بس الحل بيعرف الرئيس أسد، إذا خلص ريف دمشق وخلصت حمص، منطقة حمص، يعني حلب حل مع تركيا، يعني بواسطة الإيرانية والأتراك والروس تخلص دغري الحل بدون ما يضحي. حل سياسي مع تركيا، ضغط على تركيا، ضغط على تركيا، مش حل سياسي. ما بظن أنه يعني هو بالسياسي ما بقى في دم كتير. عملية مش مشكلة صغير على الحدود وبدأت تسوي وراح 10 جنود من هون وعشرة من هون، لا، عملية كتير كبيرة، انخراط أردوغان. بعدين يعني كمان رئيس أسد عم يشغل سياسي، ليش بده يعني سهل له أمره لأردوغان؟ أردوغان بأدار عنده انتخابات، يعني إذا بقي الوضع هيك عم ينعكس على سياسة أردوغان. لا الأكراد راضيين ولا العلوية راضيين ولا معارضته بالداخل اللي هني من جلدته راضيين، يعني عنده معارضة كتير كبيرة، وما حدا متحمس يتعاون مع أردوغان. وهلأ بنحكي عن الأسباب كلها، لأنه جهاديين وتكفيريين أصبحوا عم يبعثوا أولادهم على جبهات مشان يحرروا بسوريا، وهذا الجو التركي ما كان قائم قبل الا حكومه الاسلام السياسي، يعني بين هلالين اللي اجى فيها اردوغان وبشر الناس فيها. ولكن وين اصبح اليوم؟ بنك الدول عم بيحذر اردوغان انه انت يعني سياستك الاقتصاديه الخارجيه شيء خطير، بدك تشوف شو بدك تعمل. وهذا التحذير كان سبق له لليونان ولامريكا وللارجنتين، كل هذه الدول والبرتغال، كل هذه الدول اللي انهار اقتصادها. يعني اليوم في كتير سياسة إقراض
يعني بتركيا، لكن ما فيش سرعة بالسداد، ما فيش إمكانية، فيش إمكانيات مادية. يعني حتى الإمارات المتحدة، إمارات كانت أخذ من عنده سدود ومشاريع كبيرة وشركات كهرباء ب 14 مليار دولار، وقفتهم حلفائه لأردوغان لأنه هو بالإخوان المسلمين تركوه. يعني في عنده مشاكل ببنيته هو كرجل، ببنيته العقلية، مش عم يقدر يتفق مع حدا، وهو دغري فورا دغري بيعمل مشاكل مع الكل، مش عم يسفر مشاكل. داود أوغلو عم يكذب، داود أوغلو بالعكس عم يعمل مشاكل، طيب العالم تجي على تركيا تترجع الباب العالي تيصير إلى دور. وأردوغان قالناها هيك المرة مثل اللعبة، على أن يرقص دائما كي لا يقع. فلذلك ما بشوف أنا يعني المشكل إلا مع أردوغان بعدين، والحل مع أردوغان إذا بقي. طيب بنتقل للفكرة اللي حضرتك عم كنت كاتبها أنت بالمقالة. أنت حضرتك معتبر بأنه بما أنه تركيا مثل ما حكيت هي بدأت تعاني من مصاعب، لذلك هي ستبتعد عن الموضوع السوري نوعا ما. قطر انتهى دورها، السعودية اليوم كمان إلها مشاكلها، وأنت حكيت عن أمراء الجيوش بأنه هي منقسمة هلأ لثلاث جيوش. حتى سوريا حتى سوريا أصبحت ورقة من بين هؤلاء الثلاثة. يعني انا اكيد واحد عم يتصارع، وحتى يعني من خلال عم يتصارع، وحتى بكره واحد منهم بده يتصل بسوريا من هدول الثلاثه اكيد. طيب هي تماما هو توقعاتك، لكن بالنهايه بما انه كل هاي الدول حاليا غير قادره، طبعا بالاضافه لمصر انت حضرتك كاتب عنها، يعني مصر كمان مصر الا وضعها الزعامه والاقليم والانتشار والتمدد، يعني الهموم الرئيسيه عندهم يعني من ايام حسن البنا لهلا صار همهم وين محبوس محمد مرسي. ما بقى في يعني ما عاد لهم هالكيان المؤثر او بيقدروا قادرين يعملوا شيء. بعدين في شيء مصر كمان يعني السيستم الامريكي اللي عم يشتغلوا فيه مع المصاري بده يفوتوا بحرب اهليه. مصر يعني انا بتمنى ما تصير، يعني انا مصر خاصة من هالظروف هذه، لأنه الجيش هو ضمان لكل الناس. بوجود الجيش أكيد ضماني. إن شاء الله ما تصير يعني. القرار الأمريكي بوقف المساعدات العسكرية لمصر والوزارة الخارجية المصرية اعتبرته يعني استاءت من هذا القرار أو استنكرته، شو برأيك؟ يعني هو نوع من ضغط على مصر، بدهم شيء من مصر ولا لا؟ هو فعلا لا قرار نهائي؟ بدهم يشلحوها سينا. مشاكل بسيناء ستستمر وتستمر وتستمر، لأنه الموساد الإسرائيلي عنده فرقة استخبارات خاصة بسيناء، هذا خاصة فيها، وإخوان المسلمين والسلفيين وكل المجموعات التكفيرية، مش سلفيين، تكفيريين وإرهابيين، هؤلاء جماعات عم يتسلحوا من إسرائيل. مثل عندكم هون بالجو عدود الجولان بيسقط جريح مع الجيش العربي من كم يوم أخذوا بياخذوه على هرية بيحكموه بيردوه مع أسلحته. صحيح إسرائيليين. صحيح. طيب فاذا هي الدول منتهي دورها، فانت حضرتك برايك انه بما انه كل المؤشرات الاقليميه والعربيه لا تصب في صالح المعارضات السوريه التي بدات تدرك عدم صدق الوعود التي اطلقت، واصبح لديها الان حرب داخليه لتصفيه حساباتها، كل طرف يعمل على ابراز نفسه، فانت برايك انه ما عاد في حل غير موضوع تشكيل حكومه مؤقته في الشمال السوري برئاسه احمد طعمه، انت حضرتك كاتب هذا الموضوع. صحيح. وحكي بانه هذه الحكومه ستطلب من الدول العربيه والاجنبيه الاعتراف بشرعيه وتطلب حماية جوية وإيجاد منطقة حظر جوي. لسه بدنا نحكي بهالأمور عن جد أستاذ جوزيف؟ أكيد يعني. طب احكي يعني كيف هذا الأمر بده يصير؟ طب ما نحن أكيد يعني هاي بالنهاية مناطق سورية، نحن ما رح نرضى بهذا الحكي. بعرف أنا بعرف ما عم ترضوا، ولكن اليوم هاي الشرق الأوسط اليوم يعني أنا كتب هاي المقالة لي 4 أيام الحقيقة يعني طعمي للشرق الأوسط، داعش ليس لها قاعدة شعبية في سوريا، وعم يحكي انه نحن وقال هوني انه انا ب 25 الشهر الحالي بده يعلن حكومته ب 25. طب ليش ما ناخذها نحن انه بلكي هو بده يعلنها لانه في جنيف لانه في جنيف، وممكن انه هي المعارضات كمان بدها تورجي حالها. ما في جنيف تقلك ليه؟ قلي له اول شيء اذا راحوا على جنيف شو بده يحكي احمد طعمي؟ شو بيمثل؟ من يعتقد بانه يمثلهم؟ يعني هو معتقد انه هو بيمثل. احمد طعمي لا يمثل. الائتلاف الوطني السوري يمثل اللوبيات والاوتيلات اللي قاعد فيها. خلاص قصه واضحه. الجيش السوري الحر او ما يسمى الجيش السوري الحر، يعني كل العالم عم تشوف صريخهم، يعني كيف عم مش انه صريخهم وعويلهم حتى قدام جبهه النصره وداعش. عم يقتلوا مجموعات يعني ما عندهم رحمه. ما بيشفقوا. وبالتالي هذا من نتيجه كان عسكري وراح فكر انه في انه راح يلاقي كرامته بتركيا. لقى العكس تماما.
هونيك أذلوه وقعدوه، هذا بمارسين وهذا كل واحد محله، كل واحد له دور. طيب لمين اللي كان بده يشكله هالحكومة؟ يعني رح يشكلوا هاي الحكومة رح تتشكل ورح يجربوا يطلبوا حظر جوي. رئيس أسد ما رح يقبل. تحت مبرر شو قبل؟ مبرر إن إحنا عنا حكومة وهي المناطق تابعة لنا تحت سيطرتنا بدنا نقعد فيها. اللي عم بيصير داعش وجبهة النصرة قتالهم ضد الجيش الحر وغيره وغيرته والمجموعات المسلحة، بعدين يرجعوا بقتلوا بعضهم. اللي عم بيصير هونيك منطقة خراب طويلة عريضة، الحكومة سوف تعلن، ولكن عملية وجودها على الأرض هون رئيس الأسد بيضربهم. يعني بده يجوا يقعدوا بمطرح يقولوا هيدي لنا، إذا جبهة النصرة ما وصلت لهم وشو اسمها وداعش رح يروح طيران سوري يضربهم. هذا شيء واضح. وبالتالي اذا بده يجربوا يعملوا حظر جوي فوق هذه المنطقه، لانه في حكومات كثير رح تعترف من بيناتهم السعوديه وامريكا، رح تقول لهم طولوا بالكم انا رح اعترف روق علي شوي. هي فعلا قالت لهم هيك، هي وتركيا فعلا تمام. اوكي وتركيا كمان روق شوي، يعني في كثير دول الخليج كله رح يعترف، يعني الجامعه العربيه رح يفوت رح يجربوا يضغطوا السعوديين ليفوتون على الجامعه العربيه. هون المشكله اللي بصير ساعتها، بس بموضوع هذا بان هذا اللي يصير بيكون بريف، يعني اهم شيء ريف دمشق يخلص لتصير الحكومه غير موجوده. بعدين هاي الحكومه المشكله الكبيره رح تعمله انه هي هل ستتمثل داعش فيها؟ هل ستتمثل جبهة النصرة؟ كلا طبعا لا. هنا حتى في اليوم يعني في متحدث باسم ما يسمى الجيش الحر حاكي حتى بالنسبه يعني تعليقا على عوده لموضوع تقرير هيومن رايتس ووتش، هو قايل بانه نحن مختلفين عن هدول وهدول جماعات ارهابيه، حتى تماما مختلفين بين بعض، وحتى حاكين على اللواء سليم ادريس بانه هو صناعه مخابرات غربيه وزرع هذا فهد تماما فهد المصري تماما. فانا اللي عم اقوله انه هذا الهم هذا، يعني ما بقى عندهم الا يعملوا مشكل بهالموضوع. كيف بده يضغطوا على سوريا؟ هل معقول يريحوا النظام هيك خمس سنين والدولة؟ بس كمان هن الموضوع الحظر الجوي، يعني هن مو اول مره بيطلبوه، وكانوا حتى يطلبوه تحت يعني مبررات كانت تبقى واضحه ومباشره. اليوم ما عاد عندهم حتى هاي المبررات. يعني يوم كانوا ايه تمام، يعني تركيا حاولت تعمل مشكل اكثر من مره بانه نحن عم نتحرش فيهم. هن حاولوا يعملوا كثير مبررات بالنسبه لموضوع اللاجئين السوريين اللي بالمخيمات بتركيا. يعني كان عندهم مبررات وطلبوا موضوع الحظر الجوي ولم يستجب لهم احد. فليش انت حاسس انه هلا اليوم رح يستجيب حدا لهم؟ يعني كانت من البدايه مش الدول حاسس. انا بعرف من جمعه انه بده يعلنوها قبل اخر الشهر، وكتبت هذا المقال بهالموضوع بهالاتجاه. يعني مش انه عم بخترع البارود، يعني انا مش حاسس، يعني مش انه احساس، عندي معلومات انه هاو الجماعه عم يجتمعوا وبدهم يعلنوا الحكومه من اسطنبول، ما بعرف من انقره، يعلنوا هاي الحكومه وبده يجربوا يجيبوا، يعني بده يسحب ايده اردوغان انه في رئيس حكومه قاعد هون موجود بالشمال السوري عنده حكومة وفي منطقة بدنا نعمل حظر جوي فوق منها مشان نقدر نأمنهم. هون بصير في مفاوضات تانية بين الروس والأمريكان. تماما. طب هي هلأ في حال صارت هاي المفاوضات، ما ممكن تكون هي موضوع تشكيل الحكومة مو لتوصل لمرحلة انه حظر جوي ونرجع على هذا، يعني نرجع لهذا المكان اللي هو نحن مرينا فيه بأكثر من مرة بالفترات الماضية؟ ممكن يكون موضوع الحديث عن حكومة انتقالية بالفترة الجاية ويحاولوا هن حتى يفرضوا؟ ما في رئيس الأسد الحديث عنا نحن ما عندنا نتائج، ما بيقبل الحديث. رئيس الأسد الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد ما بيقبل يشارك حدا بالقرار السياسي معه، وما في يفوت وزير واحد يعني من الإخوان المسلمين يحطه بالحكومة، بتفسد الحكومة كلها وبتطير العملية. هاي شغلة مش وردة. ممكن يشاركوا بالأرض لأنه بعدين بحرر الأرض، بس ولكن انا عم بحكي كل شيء، يعني مش عم بحكي كانه على تلفزيون سوري مع انه لا فلذلك يعني لكن احنا بالنهايه عم نحكي عن شيء لسه ما عم يصير، فلسه كله بضوء التكهن. لا هذيك من قال اليوم طعمه مش الشهر الاوسط تماما. يعني نحن حكينا من ايمتى؟ لا قال بس لسه ما صار. لا 25 شهر خلينا ننطر. طيب واحد ويت اند سي، ننطر بنشوف. انا وياك قعدنا قبل بيوم من فكره العدوان الامريكي على سوريا، وكنا مفكرين بده يصير تماما او بليلتها وما صار. يعني بالنهايه نحن عم نحكي ايه مزبوط، بس فلذلك يعني هذا اللي عم يسعوا له وهذا اللي عم يشتغلوا عليه، واليوم الشرق الاوسط بصرح هذا الامر يعني عن لسانه، وبكره رح يحطوا مقابله بجريده الشرق الاوسط كامله. اليوم حاطين يعني هيك عناوين او فكره عامه شو هي يعني وامتى تعلن والى ما هنالك. ما يعني انا اللي عم كل عم بقوله انه الامور مش سوداويه بسوريا، بس ولكن في فريق يسعى انه الى يعني بده يأذي سوريا. انا قلت بالمقاله
انه المطلوب يعني خراب سوريا ودمار سوريا بيتا بيتا وحجرا حجرا ومصنعا مصنعا، وهذا اللي عم بيصير. مطلوب تدمير سوريا اليوم وقت بسنه وقت خلصت الحرب بسنه 43 كان يعني برلين ما كان فيهم الروس والامريكان يتفقوا يومتها والاوروبيه يتفقوا يوقفوا الحرب وخلص هتلر كان خلص، بس لا دمروا برلين على الكامل وصموها. نحن هذا المخشى، ليش واحد بده يطلع فيهم وين مصالحهم؟ يعني صح. واحد بده يقعد محل عدوه ليشوف شو عم يفكر. صحيح. هي اهم شيء بالسياسه. طب هلا نحن ما بدنا حتى نحن نخمن او نقعد محل عدونا، طب ما هو كمان هدول عملوا حكومه اكثر من حكومه لا عملوا حكومه لا. ما هي يعني واعلنت وحكوا غسان هيتو واختلفوا قعدوا ست ايام بعد غسان هيتو وقت شو اسمه اللي راحت اجره دريس رياض الاسعد انه هو ضد غسان هيتو حط له انفجار بدير الزور روحوا له اجره بسيارته وقت كفى سليم دريس ما بعرف شو عاد صار هلا كفة. هلا بلشوا هلا انقلبوا على سليم هلا دريس. هلا سليم هلا دور سليم رياض الاسعد هلا دور سليم دريس ما في سليم دريس ما بدهم قائد عسكري بدهم ميليشيات تقتل العالم وتفجر وهذا ما هنالك. اليوم ليش رئيس الاسد شعبيته عم بتزيد هلا بالحرب؟ ليه؟ لانه العالم شافت شو عم بيصير. العالم لو ما شافت اكلت الاكباد والقلوب وتقتيل الاطفال والنسوان وزدتوا العسكر من خامس طابق انه طيبين شو هودي بحوش يعني كيف واحد بده يقول له يحكي معهم؟ طيب وين دور الوضع العسكري السوري؟ يعني هلا انت لما بتحكي انه خليني امنا موضوع الحكومه امنا هذا هي الفقره او هذا القسم عسكريا انت عم تقول انه بالشمال السوري طب هن حتى بالشمال ما هم مرتاحين يعني اليوم الجيش وضعه احسن هلا هن لهم اماكن هنيك لكن الجيش كمان ما هم مقصر يعني هن ما هم مستقرين ومرتاحين. انا ما قلت انه الجيش السوري مقصر اكيد طبعا نحن عم نحكي انه فتح الطريق بالضبط ووصل وهلا عنده عم يشتغل بشرق حما لا هو حتى الرقم ما راح يترك. انا عم بحكي انه هل ما يعني اثنين زعران بشارع بركعوه كله للشارع يعني مش الناس شو بدها مش مين مكان يعني في قاتل يحمل سلاح ويقاتل هودي بيكونوا اولاد محمسين وعم يحكوهم بالدين اكثر من هيك عم تكبروا يعني يكتروا جماعه داعش جبهه النصره وحتى عم يمتدوا للعراق ولتركيا يعني عم يجيبوا ناس وكل المناطق المحيطه يعني بالحدود السوريه مال تركيا كلها اصبحت مناطق يعني كلها تكفيريين وكلها ارهابيين وبالتالي بتلاحظي اردوغان عم يعمل حيط جدار عزل مثل جدار العزل الفلسطيني الاسرائيلي وهو عنصري طلع اكثر مين هو عنصري اكثر ولا اسرائيل؟ مثل يعني هو حليف اسرائيل هلا في حلف بيناتهم من سنه 52 الحلف يعني ما هلا اظهر اكيد هلا قبل كان في قصه مرمره وهدول والقصص هي تبع انه اختلفوا وكذا اما هلا لا صارت واضحه ما عاد في ممثل سخيف يعني فعلا انا مثل اردوغان انه هذا رئيس دوله شو بك يعني شو بدك تحكي عنه؟ بيطل لجماعته يقول لهم لازم تخلفوا كل واحد ثلاث اربع اولاد تجيبوا طب كيف يعني اليوم يعني الناس هي يعني هي بتعرف شو بتقرر يعني الرئيس شو اسمه الرئيس الايراني دكتور حسن روحاني بيقول لهم بيطلب من الشرطه انه يعني يخففوا الاجراءات بالنسبه للحجاب هلا هذا مش عدم التزام ديني هذا هذا مبدا عنده انه جوهر الاسلام يعني اسمى واكبر من قضيه الحجاب من قضيه مره تسوق سياره او ما تسوق سياره صحيح. قضيه مره انه تزربها بالبيت يزربوها بالبيت هي وما يخلوها تروح على المدرسه وعلى الجامعه وقضية ما تتعلم وما تعمل سبور وما كذا واخر شيء يعني طلعت الفتاوى التعتير الجرسه عم يبين الاسلام الحقيقي انه يعني خففوا هذه الامور مش كرمال امريكا لانه ايران ماشي يعني بحجاب وبلا حجاب يعني فعلا عم بحكي وهذا الموضوع يعني بده يفهم العالم انه انا موجود هون وبالتالي الجمهورية الإسلامية في إيران فكرة إيران إيران وأمريكا هلأ شو وضعها لسيرة إيران لا هذا المبدأ الرئيسي انه شيخ مثل الشيخ حسن روحاني بيطلب هذا الامر شوف عم بيقول لهم انه نحن نمثل الاسلام المعتدل والاسلام اللي بينحكى عنه انما عم بيقول لهم هوديك ما بيمثلوا الاسلام وفعلا يعني انا رحت على ايران مره وشفتهم كيف يعني جدا يعني يعني الستات والصبايا عادي بسوقوا سيارات بالسعوديه ممنوع يعني في امور تختلف تماما عن كل العالم ويخطئ من يظن انه ايران دوله عربيه تفكيرهم تفكير يختلف تماما عن العرب
اول شيء ما بيوعوا بعد الظهر، يعني بيوعوا بكره على الشغل. طيب بدي ضل بايران، وانت حضرتك من شوي حكيت عن موضوع التقارب الايراني او يعني انا لانه على فكره ايران كيف جبناها بالحديث. هلا لما حكينا عن ايران، هلا حكيت فكره انت ببدايه الحديث انه ممكن يكون اليوم الامريكي منزعج من او السعوديه منزعجه من امريكا بالنسبه لموضوع انه امريكا ممكن تقاربت بموضوع مع روسيا، وحتى صار في اتصال بين أمريكا وإيران. بنفس الوقت عم تقول أنت أمريكا بالذات بهمة كتير أنه ما يصير في تقارب أو تفاهم أو حديث مع السعودية وإيران. يعني كيف هي ملاحظ أنه في هيك يعني في علاقة شوي مكركبة هون بالموضوع، اشرح لي إياها. السعودية وإيران في اتصال بس ما في تواصل، ما في لقاءات، في اتصال. إيران يعني لن ترضخ للطلبات السعودية بعد ما يعني بعد 5 مواعيد طلبها جون كيري وأوباما وكان يتهرب الرئيس روحاني. صحيح. ما بده. صحيح. لأنه مصلحته هلأ مش معهم. بعدين إذا بده يعملوا له مصلحته مثل ما طلب منهم وحكي وقال لهم هني عملوا له تعطى نقعد نعمل نحطهم كلهم بفرد يعني مغلف ونحل هالمشاكل. قال لهم لا، كل ملف وحده. يعني الإيراني معروف عنه مفاوض صعب. صحيح. وبعدين هيدي تاريخية مش من هلأ، وبالتالي يعني ما رح يجي يقول له يفتح. يعني وقت إجا حكي عنه سيد الخامنئي عن هاي الزيارة، وحكي قائد الحرس الجمهور الثوري يومتها، ما كانوا عم يعني هيدي مش صراع وخلافات، هيدا تحذير انه ما بدناش نروح اكثر من تواصل، انه انتبهوا يعني ما بدهم. وبالتالي يعني ايران في عندها 3 شغلات انا برايي. اول شيء يعني دائما دعم تخصيب اليورانيوم للاهداف السلميه، بدهم الجماعه يعملوا نووي لاهداف سلميه، هذا شرط مع الامريكان. في 3 شروط، الشرط الثاني رفع العقوبات. بالضبط. الشرط الثالث عدم تدخل امريكا بكل شغله بالدول هذه دول المنطقه هون. اذا هذا بيتم الدول العربيه بقول لك يعني كثير بتتاذى وتتراجع للخلف. اذا هذا الشروط ببلش تتحلحل وحده ورا الثانيه. الايراني بده هو ثلاثتهم مع بعض. الامريكاني ما بيناسبه فرد مره يسلم ورقه. والاوباما بيناسبه هلا، ما فرقني معه نتنياهو، اوباما اخر عهده. يعني هلا ممكن يعمل اي تسويه من هيك. الرئيس روحاني عم يستغل هذا الظرف. لكن دغري دخلت اسرائيل بالموضوع. أكيد. ورجعت بعد ما صار الاتصال من الرئيس الامريكي للرئيس الايراني، رجعت ارتفعت وتيره التصريحات بين ايران وامريكا. يعني فورا ما شيء انه وصلوا لموضوع هذا التواصل، بعدين رجعت فورا الامور رجعت لورا ودخلت اسرائيل بالموضوع. ستنا الكريمه، من دون الحصول على نتائج من الامريكان، الايراني دغري بيصعد، ما عنده مشكل. ما هيك هو عم بيصعد اساسا ومصعد. هو من الاصل ما معول على هذا الموضوع، هو مش متكل عليهم. اذا كان برميل النفط ب $100 يمكن عم بيعه الايراني ب $80 يمكن، تاوير ياخذ يبرم عليه بالمصاريف ترجع يدفع عليها $10. الايراني ضحى كثير بهالموضوع من العقوبات. هلا بده الامريكاني اهلا وسهلا، ما بده الامريكاني هو عايزه للايراني. اول شيء امريكاني ما عاد في ينزل جنود، قضيه الجنود ينزلوا على الارض هيدي قصه انتهت. عندنا بيئتنا بالمنطقه ما بتحب الامريكان، هيدي نشأنا ابانا ما بيحبوا الامريكاني. وبالتالي يعني هاي العمليه ليش مثلا عم يستعملوا اليوم روبو؟ الامريكان بده يدخلوه بجيوش تبعهم وبيحملوا سلاح وبيبعتوه مشان التفجيرات. بس عنده جنود من بيئتنا للاسف. ما هي اولاد جلتنا بنعرفهم. وبالتالي ليش عم يستعمل طياره بدون طيار؟ يعني اصبح الامريكي يوم يفكر انه يحكم من بعيد، والروسي مثله، والايراني ماشي على الطريق. يعني مش انه ايراني مثل روسيا وامريكا، ولكن ايران دوله عظيمه. يعني وقت هن كانوا عم يتقاتلوا معه كان عم ينتج الصواريخ بالمئات. يعني بالاشهر. صحيح. بالشهر. فلذلك هناك يعني طالما ما في نتائج ايجابيه ملموسه من الامريكان، الايراني ما بيقدم ولا سنتي، بضل يحكي حكي وياه، ما عنده مشكل. ما انه متضرر. على كل حال في جلسه جمعه الجاي. صحيح. 5+1 بالضبط. بدي ارجع لموضوع المقاله والتوقعات اللي حضرتك حاكي فيها. بعد ما عم تقول انت ب 25/26 بده يجري تشكيل هاي الحكومه المؤقته اللي هي خاصه بالشمال السوري تماما. لا هذا اعلن اليوم. اعلن تماما. انت بمقالتك، انا عم بحكي عن مقالتك. نعم. هلا بالكمالة تبعت المقاله، انا كثير انا المقاله قريتها وعم حاول بشكل عام انه لانه بدي صدق انه ما صدق
تمام. ايوه ما بدي انا لذلك عم احاول انه شوف انت على اساس شو باني هذا الكلام. هلا حضرتك حاكي بانه لما بده يصير الحديث عن موضوع الحمايه الجويه وهي الحكومه انه هي رح تتشكل نفسها بالشمال السوري، اكيد رح يكون في رفض من الحكومه السوريه لهذا أكيد. الموضوع لانه الحكومه اعلنت من زمان انه هي لن تتنازل عن اي ذره تراب من صحيح. الارض السوريه. حضرتك هون حاكي بانه بده يكون في رده فعل، رده عسكريه امريكيه اوروبيه اسرائيليه. نعم انا بقول لك شغلي انه صحيح في شيشاني هون وفي من كل الناس، بس خلف هذا المشهد في الاسرائيلي. اذا لم يكن الاسرائيلي بشي مطرح عم يدير عمليه، يعني الاسرائيلي امبارح ما كان جاهز انه يدخل بصراع او بمعركه، اليوم هو صار جاهز برايك؟ من بعد ما بعدت الضربه عن ايران الاسرائيلي فقد عقليته وبلش يحكي انا بدي اعمل ضربه، اعطاه موعد اوباما وراح لعنده نتنياهو. اذا الموضوع صار في استحاله يضربوا ايران، لا الامريكان بيعملوها ولا الاسرائيليه، يعني وهي الشغله اصبحت من سابع المستحيلات. اذا كانت ضربه على سوريا بدها تفجر المنطقه كلها بتدخلها بصراع ولن تبقى الشعوب قاعده يعني بامكنتها. فلذلك ايران كذلك بهذا الموضوع. اذا اسرائيل اليوم بتعمل كل شيء. اسرائيل اللي هي عم تدعم المعارضه السوريه، المعارضات السوريه بسر المسلحه، نفس الوقت بتقول انا ما بفرق معي، بيبقى الاسد بفل الاسد ما خصني. عامله يعني عامله حالها انه هي ما بهمها الامر، ولكن هي بهمها تدمير سوريا. اسرائيل بهمها تدمير سوريا، بس بنفس الوقت عندما بده يقوى الرئيس الاسد فورا بده يدعموا اي فريق اخر يعملوا توازن، مشان اذا كان في هناك لا سمح الله من تقسيم بسوريا. هذه الحكومه من هدفها الرئيسي ياخذوا قسم من الشمال السوري، ما بعرف وين بيكون، بس انه الشمال السوري اكيد هذا اللي رح يشتغلوا عليه، هذا اللي رح يشتغلوا عليه. والتدخل الامريكي الاوروبي يعني الاسرائيلي اذا كان بده يكون هونيك، لانه او بيكون يعني هوني بصير في مشكل، بس من بعد ما ياخذوا سلاح الكيماوي اذا بصير في هيدي الغدر، هيدي يعني سياسي بتعرفي بالسياسه في غدر وفي كل شيء، لانه واحد واحد بالسياسه ما بيعملوا اثنين. فلذلك هن شو عم بده يسحبوا سلاح الكيماوي وعم يبعثوا لجان بقوه لتخلص منه ليشوفوا شو بده يعملوا هونيك. في نيه مبيته عاطله تجاه سوريا. من هيك رئيس الاسد ايضا كمان ماشي بسرعه بالريف السوري ليخلصوا ريف دمشق، من بعد ما خلص القصير وقسم كبير من حمص، مشان يلاقيهم على حلب، لانه في المعركه الكبرى راح تكون بحلب اذا كان في من معركه. اذا ما كان في من معركه بتنحل مع اردوغان. اذا بقى بأدار بقيت لأدار وسقط اردوغان تتغير السياسه بتركيا كلها سوا، لانه بيستلموا ويرجعوا يسلموا العسكر، والعسكر ما بدهم مشاكل، لانه كل الجنرالات الكبيره اصبحت بالسجون عليهم اردوغان، والباقيين كلهم لا يريدون اسلمت العمل العسكري بتركيا. فلذلك هناك يعني عده سيناريوهات تحضر للمنطقه، ونحن علينا نكون جاهزين بس لا اكثر ولا اقل. والحذر يعني من القيادة السورية حذر دائم وموجود، يعني أكثر من هيك قيادة مرنة بهذه الحرب، يعني مين بيقول سوريا أو الشام فيها حرب؟ يعني فعلا بظل هذا الوضع اليوم شو عم ينعمل؟ عم توسيع الأمان والضمان والاستقرار حوالي العاصمة دمشق، بده يتوسع شوي شوي لأنه بقية المناطق بتهر منها لحالها، السلاح عم يجي من درعا، والمعركة الكبرى بين إدلب وحلب وهالمنطقة هونيك. هاي المنطقة يعني قسم من المنطقة، هذه الأرياف كلها سوا، هذه المعركة هونيك والدولة هونيك اللي عم يحلموا فيها. إذا هذا الاتجاه اللي عم يشتغلوا عليه، لأنه في ناس يعني قاعدين سنتين وثلاثة ما سقط رئيس الأسد، ما سقطت الدولة بسوريا، مش رئيس الأسد ومش النظام، يعني النظام وحده ما بيكفي، الدولة بكل مقوماتها. إذا عم يفتشوا على حلول غير هيك، والأمريكان بده يكونوا رأس هذه الحكومة. أنا هذا رأيي وهذا بعدني عليه، يعني الأمريكيين بدهم يكونوا رأس هذه الحكومة وهن بدهم يدعموها، بس أكيد يعني ما بعرف ما بدي أقولها، بس إنه في شيء منه خبر، لو ما هيك في محاولات للعمل بتلك المنطقة بمنطقة الشمال السوري. أكيد. طب برأيك هلأ الشغل اللي بده يبلش بحلب، واللي عمليا الجيش العربي السوري بلش العمل بحلب، على فكرة هو بلش بجوز بخطوات معينة، وهذا بيحتاج يعني من الناحية العسكرية إلى تفسيراتها، وين الجيش عم يحاول يتمركز، شو عم يحاول يعمل، دخول المسلحين أكيد بمدينة أكيد. حلب. طيب هذا الحكي في حال نحن حكينا بأنه الجيش العربي السوري عارف شغله هونيك ورح يقدر يضبط الأمور بهي المدينة بغض النظر قديش أخذت وقت، شو برأيك فورا يعني رح تكون ردة الفعل؟
ستنا بدك تخلصي ريف دمشق قبل قبل لكن الشغل هون وهون بالنهايه في شغل بالمنطقتين يعني عمليا ما في منطقه بسوريا يعني هلا ما في حدا بالعالم عنده جيش بيقدر يغطي بلده صحيح لا صحيح. امريكا ولا روسيا ولا استراليا ولا فرنسا ما حدا عنده جيش بيقدر يغطي مساحة بلده يعني تتحركي لواء من حمص لحلب بدك تأمني له الحماية هالطريق والأمن والأكل والشرب واللوجستية بس والله يا أستاذ جوزيف إذا بتسمع هلأ الحوادث اللي عم بتصير بتشوف الجيش اليوم بحمص بكرة هلأ اليوم في أخبار من حلب ريف دمشق قلنا كم يوم عم يشتغل فيها يعني عمليا هو موجود يا ستي من سنة من سنتين ونص على الأد بلشت الحرب على سوريا بكل الأدوات قطر فتحت الخزينة الخزنة تبعها وقالت نقده مظبوط السعودية نفس الشيء هلأ قطر سكرت الخزنة بدنا نشوف قديش هلأ فيهم يشتغلوا مع السعودية بعد القرار متخذ قطر هلأ خلص سكرت أبوابه بيجون كلهم قالت لهم يعطيكم العافية بيزعلوا السعودية هنن هلأ بهالمرحلة هن مختلفين على السعودية ما عند السعودية في قطر قطر والسعودية في خلاف هذا خلاف تاريخ لا انا عم بحكي انه حتى الامريكي اليوم يعني كلامهم عن عن السعوديه طب ما ممكن يزعل السعوديه ولا لا السعوديه بنهايه مشروعه السعودي بده حل يدخل فيه اللبناني والسوري لانه السعودي ما في فوت على المنطقه الا من خلال لبنان وسوريا وبتعرفي كانوا مكلفين رفيق الحريري بسوريا ولبنان ومات الزلمه هلا اليوم وصلنا لمحل اليوم بدهم عن جديد يعني يفوتوا على المنطقة اليوم إذا بدهم يمشوا بالحل بسوريا ويروقوا لبنان ما بنسبهم السعودي وبندر بن سلطان ما بده يعمل حل بلبنان مش عم يفهموا بلبنان انه المشكل هو مش مع ايران ومش مع امريكا ومش مع روسيا المشكل مع السعودية السعودية خسرت بلبنان السعودية خسرت بسوريا السعودية ما عم تربح لو يعني حتى الحل اليمني اللي جابوه عبد الهادي مربو منصور نتيجة 99.99 ودفعوا ملايين مئات ملايين دولارات لشيلوا علي عبد الله صالح يقولوا هذا نموذج تفضل يا فخامة الرئيس بشار الأسد هذا نموذج وفي نموذج الليبي وفي نموذج التونسي مشان يعملوا شيء بهالموضوع هذا ما عم يمشي حالهم مع هذا وكله بالحوار اللي عم بيصير والمصالحة اللي عم بيصير باليمن اليوم الحراك الجنوبي ما اجى الحوثيين ما اجوا واجا ممثلين عنهم واعتصموا بالقاعة تبع المصالحة وفركشوا المصالحة يعني ما فيها السعودية تمنع حدا بقى مثل قبل وقت عبد العزيز مات الملك مؤسس السعودية وصاهم لأولاده كلهم وبيناتهم الملك الحالي قال لهم اليمن ثم اليمن ثم اليمن اليمن هي الطاقة الكبرى الموجودة بالمنطقة اللي بتشكل خطر على السعودية جغرافيتها هي ذاتها ما الطائف كانت لذلك لليمن في قوات عسكرية سعودية عمليا موجودة باليمن يعني هن حاطين حساباتهم لهذا الطيارات اللي عم تطلع من بالضبط. الامريكيات وتضرب وهونيك كل شيء كلهم بدعم سعودي بتوجيه سعودي ولكن هن حرب مع اليمن خسروا 200 يعني فصاروا اليمنية على الحدود مع الحوثيين صحيح ضلت الحرب طويلة ودخل فيها الرئيس بشار الأسد لحل يومتها هي 4 أيام هونيك على كل حال نحن بهالموضوع هذا ستنا أنا مش عم بيجي بحكي مثل الغراب أو بحكي مثل يعني إنه في ضربة لا عم نحكي نحن شو عم بيخططوا هالجماعة ضد سوريا ما راح يتوفقوا ليش ما بيتوفقوا لأنه راح يحاولوا راح يصير في مشكل هيدا المشكل اللي بيعمله رئيس الأسد معهم ما بيتنازل عن حبة تراب من سوريا مثل ما حكين معناتها في مشكل بده يركب بيركضوا كلهم سوا بيتدخلوا بيقولوا له دخلهم ما بيدخلهم بالحكومة لأنه الحكومة الانتقالية بسوريا غير وردة وكذلك جنيف 2 اللي رئيس الأسد ماشي فيه وماشي بالكيماوي وشو بدكم تنعمل ننقذ سوريا هني لا ما بدهم هن كانوا اجدوا كثير في رغبة عالمية يعني في رغبة من الامم المتحدة في رغبة من الدول روسيا عم تشتغل على هذا الموضوع امريكا عم تشتغل روسيا الدول كلها روسيا عم تشتغل. سوريا ايران روسيا سوريا ايران كلهم سوا الامريكان الى حد ما في قسم منهم صاروا مقتنعين انه لازم نعمل جنيف 2 ولانه ظاهريا جنيف 2 راح يروح يعني ممثلين عن الدولة السورية بس هوليك مع مين بده يقعدوا مع احمد طعمي ما عنده شيء على الارض مع 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 الجربة يعني الجربة سعودي احمد طعمي اخوان مسلمين تركي عم ضلوا 5 أيام لتفعوا له ما ممكن يكون في شخصيات مجهزه يعني ما ممكن في يكون في الغرب مجهز شخصيات نحن ما بنعرفها لسه مظاهره على الاعلام ميشيل شو هذا كيلو ميشيل كيلو ميشيل كيلو جورج صبره طب هو 2 مسعي شو بمثلوا لا نحن عم نحكي عن اسماء ما بنعرفها لا عم اذا هو راح يجيبون طب هو شو بمثلوا اذا هو اجوا هو 2
طب هيثم الملاح مناع من لا مالح المالح هيثم المالح يعني العز اسمه ربنا ما ايش يجيبه على الحكومه، ما هداك بديهم رئيس حكومه كمان، هذا القاعد هو محمد زهير الصديق كان بمصر عنده هالتمثيليه على التلفزيون. يعني اليوم هاي الحكومه هي يعني هي سبب كمان بالخلاف، خلينا نصدرت بالتحليل بس تحليل جدي، بس الف هاي الحكومه ليش بده تكون ليش بده تكون سبب؟ لانه كلهم طامحين للسلطه، ما في عندك اهداف، هني اهم شيء عندهم وحده الاهداف مش موجوده، هاي مريحتنا لانه ما في وحده اهداف، لانه هني مرتهنين لبلد الخارج. واحد قاعد بالسويت تبعه بالاوتيل شو بيعملوا عليه؟ بيمشي، مهم يقبض المصاري وعيش مرتاح. بتدمر سوريا ما بتدمر ما تفرق معه. صحيح صحيح، لكن مثل ما قلت لك استاذ جوزيف ممكن يكون في شخصيات نحن لسه ما بنعرفها تطلع هي ما انا مرفوضه لسه عند الشعب السوري، وتطلع انه هي ممكن تكون انه بهالفتره. انا سمعت كثير بناس بشوفهم بلبنان سوريين كانوا مش مع الرئيس اسد، هلا صاروا معه 100%. كل واحد كل واحد كل واحد وانا مش عم بالغ يعني على التلفزيون السوري، كل واحد فل من سوريا وبدوا يعينوه هؤلاء المعارضه، صدقيني الشعب السوري كله كرهه. انا عم شوف اولاد منك، اولاد حلب، اولاد ادلب بيجوا بشوفهم بالمراكز بيجوا بيحكوني نحن كنا ما نحبك وصار معك مشكلة على الجزيرة وكنا ضدك وكذا وإلى ما هنالك، وبس نحن هلأ صرنا نحبك ومعك حق طلع ولك شو عملوا فينا، متنا جوع وبهدلنا وكل شيء. يعني هؤلاء اللاجئين السوريين أنا بقول لك مثلا أنه هني صحيح يعني سوريا حميت وعملت كل شيء، بس هؤلاء اللاجئين السوريين ما هني عبء على نفسهم أصبحوا، مهني كمان ببيئة حاضنة كانوا هون وفلوا، اللي مع النظام يبقى هون. في عائلات على كلين عم ترجع اكيد عم يرجع كثير من لبنان. صحيح. انا بعرف بس من لبنان من الاردن من تركيا عم يحاولوا، انا بعرف من لبنان لانه يعني بتعرف مش هروح لا على تركيا ولا على الاردن، بس انه هذا اللي بعرفه اكيد منه انه في عائلات عم ترجع، في عائلات ما بيقولوا صلت على النبي وبش بدها بقى هالعيشه كلها، وفي عائلات بس يتوسع شوي بعد صغيره هذا حزام الامان حوالي دمشق رح ترجع كلها. ما حدا يعني حابب يبقى برات بلده. وانا شفت ناس من بقطر سوريين قالوا لي بس تخلص يعني قبل ما تخلص الازمه بس يصير فيها نسكن ونروح نقعد بالشام، رح نقعد بالشام وهن سوريين وبيشتغلوا بقطر يعني، بس ما بعرف اذا بقى لي زمان ما رحت لانه فلذلك انا حكومه الشمال السوري ما قالوا غيرها اخر خرطوشه، لكن هي المشكل يعني هني بدهم يعملوا هيدي تيعملوا مشكل، ممكن تكون المشكل تتحرقهم بس في مشكل بدهم يعملوه مع رئيس الاسد، هني مش مضطرين يريحوه يعني يقولوا له تفضل ارتاح يا فخامه الرئيس، ارتاح ببلدك وحكوم ارجع وظبط الامور. هيدي العمليه يعني بدها شوي بدها وقت كثير لانه في دمار كثير بسوريا. هلا انت من خلال الحديث عم تقول انه يعني انت مثل نافي تماما انه ممكن في فرصه لعقد جنيف 2. هلا بالمقاله حاكي بانه هالحكومه اللا شرعيه اللي حكيت عنها واللي هي بدها تشكل بالشمال السوري بدها تبحث عن اب لها، سيكون ورقه اخيره مثل ما قلت بيد الارهابيين لاستجراء تدخل عسكري، يعني ياملون بانتصار مثل ما وتغيير موازين قوى على الارض يمكنها من الانتقال الى المفاوضات في جنيف 2. يعني انت بالمقاله حاطط احتمال انت حاكي تماما انه هذا الحكي كلياته رح يفشل، لكن بنهايه المقاله حاكي بانه في خريطه جديده للمنطقه بدها تتشكل، خريطه محور قوي متماسك راجع لطهران، بغداد، دمشق، بيروت، القاهره، صحيح. وصولا الى القدس. صحيح. يعني شايف الامور رايحه لفه. فمكان العدوان العسكري وين بهذا الموضوع؟ يعني انه ما دام رح نوصل لهذا الموضوع الشمال السوري، ما هو لما بيصير عدوان يعني بيضل محصور بالشمال، ما حدا يعني مستعد يحرق بلده كرمال بلد الاخر الا اذا كان في عنده انتماء سياسي معه. يعني ايران، العراق، لبنان بفوتوا المشكل، حزب الله بفوت فورا مع السوريين مع سوريا يعني. فممكن هذا الموضوع يمنع حدوث هذا العدوان مرة ثانية؟ يعني بنرجع للفترة اللي كنا فيها، بترجع يعني الفترة وبيرجعوا في تدخل بجربوا يحلوها، ما بتنحل بيكونوا هاي الحكومة خلصت، بدوا يجربوا يعملوا شيء لقالوا لها أولا. أنا عم أقول لك تاريخ، نحن عم نحكي ب 12 تشرين الأول 2013، مش هيك؟ عم أقول هودي جماعة هون حكومة مؤقتة ورح يبلشوا بكرة يطالبوا فيها بحماية جوية وجربوا ينتقلوا للداخل، لأنه أردوغان بلش يعمر الحيط وبده يخلص منهم، بده يوديهم يأمنهم ويقعد يريح راسه، مثل ما كان فكر يجيب ناس ياخذ ناس من المخيم اللي عنده يا شو اسمه مخيم يوديهم على قبرص تركيا، قامت الدنيا كلها اوروبا عليه قالوا له وقف يزيد الاعداد، زلمه
مهووس وعنده متعصب متزمت عنده مشاكل يعني للأسف يعني في مثل بيقول الجار قبل الدار. أنتوا يعني موافقين نحن عنا إسرائيل أنتوا عندكم تركيا أنتوا عندكم إسرائيل. فلذلك يعني هذا المشكل الكبير اللي جايين على أنه هاي المنطقة يعني كمان مطوقة من دولتين عندهم أسلحة وحلف أطلسي وكل كل شيء اللي هني فاتوا يعني فوتوا حالهم هذا الصراع مع سوريا وهن حابين يسقطوا النظام. كل يوم بيصرح كان أردوغان وأوغلو وقول آخر شو قال يقول آخر مرة يقول قال إن خطر دخول الجماعات المتشددة إلى تركيا يسبب قلقا كبيرا. صحيح يعني شو بلشوا هن يحسوا بالصفن. صحيح. فلذلك وجرى تهديد حتى للحكومة التركية من قبل بعض جماعات النصر على فكرة داعش. يعني تماما داعش قالت له تحسسوا رؤوسكم نحن جايين بالضبط. يعني داعش بتعملها. وبالتالي انا بقول انه داعش حكي تمثيليه بينهم وبين داعش. داعش مدعومه من تركيا لانه عم تقتل الاكراد. داعش مدعومه من تركيا لانه لو كفى عبد الله اوجلان الاتفاق هو بالسجن مع اردوغان كانوا سكتوا. ولكن لا الموضوع تغير تماما وصار المجلس الاعلى الكردي باربيل يعني يهدد كمان بتركيا ويهدد انه انتم يعني ما عم تراعوا اكراد سوريا. يعني صار بده يحكي على مستوى ساعتها تحرك داعش صوب المناطق اللي فيها اكراد وهجرتهم بالالاف نحو العراق. هذا شيء معروف. تمام منيح انه رحنا على العراق. يعني بدي اسال اليوم كمان انه من ضمن تحذيرات وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف حكى كمان عن موضوع بانه هو عنده معلومات بانه في مجموعه من الاسلحه الكيميائيه جرى تهريبها او عم يجري تهريبها قبل بعض العناصر المسلحه للعراق وانه ممكن تكون هنيك منطلق لقيام بعمليات استفزازيه. يعني شو الهدف منا؟ يعني ليش بالعراق؟ الهدف منا ست اليسار عدم استجرار ضربه لسوريا. لافروف عم يصرحها بلسانه بعد ما لسانه امبارح مش هيك؟ اليوم مكتوبه بالضبط ونحن اللي كتبناه انه عدم استجرار ضربه. جماعه الروس بعدهم حاطين قلبهم على ايدهم. من ناحيه النظام مأكدين انه رئيس الاسد خلص عطى قولته عطى كلمته والمفتشين يجوا قد ما بدهم ياخذوا هالكيماوي يريحونا. فهمنا. ولكن وين المشكل الكبير؟ المشكل اذا نجحوا بحكومه او بكيماوي يرجع يقولوا لا مثلا في مناطق ما فيكم تفوتوا تفتشوها لانه علقانين بعضهم بصيروا هن يقوصوا على الجيش بيجي الجيش يرد بصير في مشاكل بصير في استحاله لفريق المفتشين يفوت يفتش. ساعتها بيقوموا الامريكان ناطرين بدهم نكزه ليقولوا ها شفتوا ما سيرتونا فيرضوا اسرائيل ويرضوا اوروبا وفرنسا والى ما هنالك. هناك يعني عم يتحضر لمشكل. ولكن انا شايف الايجابيه اكثر من السلبيه بشو ما بيعملوا لانه هن اصلا المعارضات عم تقتل بعضها. هي اول شيء. وثاني شيء ماني شايف انه في استمرار بالخط الامريكي بعمليه الايجابيه لانه في روسيا مقابله. فلذلك الامريكي سلبي بنسبه خفيفه كثير لكن اذا بيطلع بايده بيعملها 100%. اما وجود الروسي بدرجه اولى ومصالحه بسوريا كلها سوا هذه كثير دائما وما ننساها مشكله حمايه ومظله لانه على طول كل البلدان الدول من دولنا بدها حمايه ومظله دائما مثل الدول العظمى. يعني وما اجى افضل من بوتين شخص التزم مع النظام الرئيس بشار الاسد. الرئيس بوتين فعلا التزم مع النظام الرئيس مع الدوله السوريه والوحيد اللي عم يحكي بالشرعيه الدوليه وطلع الوحيد المنتصر بقمه سوشي تبع ال 20 دوله. في لسه بدي اسالك عن موضوع الجوله المتوقعه للابراهيمي زيارته المتوقعه الى سوريا بعد جوله لايران لمصر. شو الهدف منه؟ يعني ما دام انت هلا انت معتبر انه ما رح ينجح موضوع جنيف لكن هو جاي المفروض للهدف جنيف وفي توافق روسي امريكي وفي رغبة من الأمم المتحدة. شو جاي يعمل الإبراهيمي؟ إبراهيمي هو مسؤول عن الملف. إبراهيمي طلب يعني طلب مواعيد منهم كلهم. صحيح. طلب 4 مواعيد يعني. هلا ما بفتكر إبراهيمي معه العصا السحرية بس هو جاي يمهد لشوف الوضع يعني مين بده جنيف 2 مين بده فعليا. إبراهيمي رجل يعني رجال كبير ومتمرس ووزير خارجية ومعروف. وبالتالي الاخضر الابراهيمي يعني انا بقول لك هو بروح من هون بس ما بيحكي. الاخضر الابراهيمي بيعرف انه الدولة السورية تريد حل لسوريا انما المعارضات المسلحة لا تريد حل لسوريا تريد فقط الجلوس الى الطاولة. ولكي تجلس الى الطاولة بده يكون معها شيء بايدها. لا عندها ارض ولا عندها حكومة فعلة على الارض.
شو بده يعملوا؟ فلذلك بيطيروا جنيف 2. يعني بيطيروا يعني اذا انا بدي اذا انا بدي اتفاوض معك بدي يكون معي شيء، حمل هالقلم وريح احكيك. اذا هالقلم مش معي على شو بدي اتفاوض معك؟ اذا هؤلاء الجماعه ما عندهم شيء يتفاوضوا عليه، ما معهم شيء يتفاوضوا عليه، ما عندهم شيء، بدهم دعم دولي لحكومتهم تصير في عندهم حكومه، تقولوا هاي حكومه تفضلوا تفاوضوا مع بعضكم. وانا برجع بقول لك مثل ما حكينا قبل شوي، هودي حيكونوا منظر يعني ما لا بيقدموا ولا بياخروا، رح تولع اكثر على الارض، وسوف يعني جبهه نصره وداعش يعني رح يزمط من منهم، يعني ما حيقتلوا الجيش السوري او ما رح ياسروا، رح يكونوا رح يهربوا يقتلوا جيش حر، رح يعني رح يقتلوا بعضهم، يعني هيك رح يشتغلوا، هاي طريقتهم بالعمل. يعني بنتوقع انه مزيد من العنف بالفتره القادمه. اكيد هذا معروفين. لا بس حوالها بريف دمشق وبحمص وريف حمص يعني وكل المناطق اللي عم يقدر يوصل للجيش اكيد بتكون الامور هاديه اكثر، اكيد هاديه اكثر، وبتكون يعني مش هاديه، هاديه لصالح الدوله ولصالح الشعب السوري يلي يعني يلي اردوغان هو اجداده عمروا تركيا على يعني على جماجم اجدادنا كلهم سوا. ما بدي احكي اكثر من هيك. نحن بالخلص وقتنا، في شيء بتحب تقوله استاذ جوزيف قبل الله ما نختم؟ الله يقويك وكلك ذوق. شكرا لك. ان شاء الله على طول ان شاء الله بنلتقى. وكمان هبي اضحى من لكم. اضحى كريم اكيد، اضحى مبارك للجميع. اضحى مبارك للجميع اكيد. وبنتمنى انه انا بعد فتره انا وياك نلتقى، نحن دائما بنلتقى قبل توقع او قبل حدث معين. ان شاء الله بنلتقى وبتكون الامور افضل. انا بتمنى ما تصير حكومه الشمال السوري. هلا بيضلوا نحن السوريين نحن متعودين انه هن عندهم هاي المحاولات، فممكن هي تصير، لكن شو بالنهايه شو حتنتج؟ لا نحن بدنا نشوف اذا نحن عم نعرف نشتغل ايه ولا لا. يعني واحد بيطلع باخر النهار باخر الجمعه باخر الشهر باخر السنه بشوف حاله شو عمل، اذا ما براجع حساباته يعني ما أكيد. ما بكونش عم يعطي، نشوف حالنا اذا عم نخطئ ولا عم نصيب. شكرا لك الاستاذ المحامي الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ جوزيف ابو فاضل على هذه المعلومات. مشاهدينا ختام حوارنا لهذا المساء.